كل 20 دقيقة تموت وهو يهجم عليك وأنت لا تدري. الواجب الإعداد لهذا الموت، كل 20 دقيقة تموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من الغفلة، وأن يكثر ذكر هذه من لذات الموت، وأن يكون على باله حتى يعد العدة، حتى يجتهد في طاعة ربه، حتى يحذر المعاصي، حتى يستقيم على طاعة ربه، حتى يقف عند الحدود. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفة الأخيار. قالت لعائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، على وجل، على خوف. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالواجب على كل مؤمن أن يخاف الله ويخشاه وأن يراقبه، وأن تكون هذه الخشية معينة له على طاعة ربه وعلى ترك محارمه. لا تكون مشغلة له عن طاعة الله، لا، يستعين بها على طاعة الله، يكون خوفا حقيقي، يخاف يعمل، مو بيخاف يجلس يبكي، لا، يخاف يعمل، يؤدي طاعة الله، يجتنب معاصي الله، يطلب الرزق الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح إخوانه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. هكذا مؤمن مع الخوف يعمل، يجتهد في طاعة ربه، في كسب الحلال، في فعل المعروف، في ترك ما نهى الله عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير. وهو بعد ذلك خائف وجل مشفق لا يأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن.